أصبحنا خلاص في الأوقات الأخيرة من الميركاتو، والأهلي بيستعد لإعلان صفقة عمر الساعي. فتعال النهاردة نتكلم عن عمر الساعي، أقول لك ليه كولر صمم على التعاقد معاه برغم أن المطالب المالية كانت مبالغ فيها شويتين، وأقول لك كمان السبب من على لسان مارسيل كولر نفسه وقناعات الراجل، وأقول لك كمان على أبرز ثلاث أسماء لسه في اهتمامات الأهلي أو ضمن المرشحين، وممكن نتفاجئ باسم فيهم بينضم بشكل رسمي للنادي الأهلي خلال الساعات اللي جاية. بس الأول ما تنساش تعمل لك كوباية شاي عشان تبقى مركز في الكلام اللي هيتقال، وتعمل لايك للفيديو كنوع من أنواع التقدير. تعمل يا جدع لايك، اقرأ لي، قول لي الله ينور، ما تقل وفي كده بتقدر. خلينا أقول لك ثلاث أسماء لسه في اهتمامات النادي الأهلي، ونبدأ برقم ثلاثة وده أقل أهمية لغاية لما نوصل لرقم واحد اللي طبعا هيبقى الأهمية الأكبر، او اللي يعني نقدر نقول خلاص الاهلي هيعلن عن صفقته بشكل رسمي. رقم 3 هو اللاعب عمر فرج، مهاجم فلسطيني صغير في السن، تتكلم في 21 سنة، بيشبه في حاجات كتير جدا لوسام ابو علي، سواء في الامكانيات ان هو برضو مهاجم مميز بيعرف يتحرك في ظهر المدافعين بشكل كويس جدا، بيسدد بدقة عالية جدا وبشكل رائع وبارع ومميز، دايما هتلاقيه بيركن الكرة في أقصى الزاوية. مهاجم مع جنسيتين، هو أصلا سويدي أو بدأ المشاركات الدولية مع منتخب السويد السنة اللي فاتت، شارك في مباراة السويد وفنلندا، وبعدها تم استدعائه من المنتخب الفلسطيني وشارك برضو معاهم في مباريات تصفيات كاس العالم، وبالتالي هيتم اعتباره كلاعب مصري. عشان كده بقولك أنه بيشبه في تفاصيل كتيرة دي وسام ابو علي. ده غير كمان حته السن، ان هو برده يعني لسه سنه صغير، فانت ممكن ان انت تستفيد منه بشكل كبير جدا وتبني عليه مستقبل. لكن كعيوب فانت بتتكلم برده في مهاجم ارقامه ممكن تبقى عيب بشكل كبير، لان هو مثلا الموسم الحالي لعب 12 مباراه سجل جون وصنع 2، اما الموسم اللي فات لعب 24 مباراه سجل 3 اهداف، وبشكل عام في مشواره لعب 120 مباراة سجل 27 هدف وصنع 4. تعال بقى نروح لتاني اللعيبة اللي لسه في اهتمامات الأهلي ممكن برضو نتفاجئ بيه، بيتم الإعلان عنه من النادي الأهلي بشكل رسمي خلال الساعات اللي جاية، وهو مصطفى زيكو. عمره 27 سنة، جناح شمال، قيمته التسويقية 600,000 يورو، وده رقم كويس جدا بالنسبة للعيب مش أهلي وزمالك و لعيب محلي. لعب مع زد 39 مباراة سجل 13 وصنع 2. اما بقى كمميزات فانت بتتكلم في وينج عنده بروفايل مختلف عن البروفايل التقليدي للوينج المصري، لان هو لعيب مش خط، لعيب ما بيجريش لبره الملعب، ده هو دايما بيقطم لجوه، دايما بيتحرك لقلب الملعب وللعمق بشكل كبير جدا، ومن الناس القليلين جدا في مصر كوينجات يعني اللي بيعرف ان هو يسجل براسه بشكل مميز جدا ويتحرك لعمق الملعب زي ما بقولك، بيقدر كمان يراوغ ويعدي واحد على واحد بمنتهى السهولة ويقدم الحل الفردي بالمهارة الكبيرة الموجودة عنده. بيعرف كمان يرجع يعمل الدور الدفاعي والمساندة بشكل كويس جدا، وبيعرف يعمل الضغط الأمامي، الضغط المتقدم بشكل جيد، لعيب كده من اللعيبة اللي بالبلدي بتفرق كتير في الملعب، وبلغة الكرة لعيب رخم. اما بقى اخر ميزه ان هو لعيب تحس ان هو عنده شخصيه ومتحمل المسؤوليه، الناس اللي بتتفرج على ماتشات زد هتحس قد ايه الراجل ده متحمل مسؤوليه الفريق، او بلغه الكوره كده شايل الفريق بشكل كبير، وكمان بيعمل مجهود كبير جدا في المباريات. اما بقى المشكله الوحيده ان هو حاليا يعني في جدل عليه شويه، في بعض الناس في النادي الاهلي شايفه ان هو مش السوبر او مش اللاعب اللي هو هيقدم الاضافه الكبيره للنادي الاهلي، يمكن دي بس ابرز نقطه سلبيه او النقطه الوحيده اللي الاهلي لسه مدس بشكل يعني جامد في الصفقه بسبب النقطه دي. اما بقى رقم واحد اللاعب اللي خلاص هو مضى في الاهلي بشكل رسمي مقابل مبلغ كبير جدا، هنتكلم عن المبلغ الكبير اللي اتدفع من جانب النادي الاهلي وليه كولر صمم على ان الاهلي يتعاقد معاه، واقول لك كمان على مميزاته، ولكن خلينا نبدا الاول في النبذه التعريفيه عن عمر الساعي. عمر الساعي عمره 21 سنة، بيلعب في نادي الإسماعيلي، وأصلا هو من ناشئين النادي
الاهلي قيمته التسويقيه 200,000 يورو ومركزه نص ملعب رقم 8 وفي اوقات قليله شارك في مركز الجناح زي بالظبط محمد علي بن رمضان نفس الكلام بالظبط نص ملعب 8 وبرده في بعض الاوقات كان بيشارك في مركز الجناح. اما بقى اهم مزاياه ان هو راجل نص ملعب حريف برده بروفايل مختلف في حته ان هو بيعرف يعدي بشكل كويس جدا عنده مهاره كبيره وراجل بيعرف يطلع من ورا لقدام ويطلع باللعب من ورا لقدام بشكل كويس جدا يشبه فيه شويه لامام عاشور نفس الفكره برده الراجل اللي بينزل يستلم ويعمل الكرات الطويله عنده رؤيه بشكل كويس جدا راجل بيعرف يعدي ويرقص ومش بيفكر بس في ان هو يقطع ويسلم ويستلم يعني شوف هنا مثلا ازاي بيعدي بمنتهى المهاره وبيطلع بالكره بشكل سهل جدا كانه صانع العاب وهنا كمان نفس الكلام بالظبط برده شوف ازاي سدد بشكل مميز جدا وسجل هدف تحس ان اللي شايط الكوره هو لاعب صانع العاب مش اللاعب نص ملعب رقم 8 عشان كده كولر اتمسك جدا بعمر الساعي وشايف ان هو لعيب هيضيف للنادي الاهلي لان كولر من اهم المراكز او اهم مركز عنده في طريقته هو مركز رقم 8 هو بيعتمد في نص الملعب على لاعب رقم 6 ديفندر كلاسيكي يقطع الكره وعلى 2 لعيبه 8ات امام عاشور رقم 1 والرقم الثاني هيبقى عمر الساعي المنضم حديثا للنادي الاهلي نفس الكلام عايز 2 يبقوا بيطلعوا بالكره بشكل كويس 2 عندهم مهاره وعندهم رؤيه وحريفه كره بشكل كبير وده اللي كمان قاله دكتور خالد الجوادي على لسان مارسيل كولر الادوار المهمه جدا للثمانيه الثمانيتين في طريقه كولر اهم مركزين في الملعب فصفقه لما تيجي تقول لي ان الاهلي اشترى عمر الساعي بالمبلغ الكبير جدا ده بتتكلم في 50 مليون وبتتكلم تقريبا في الاثنين لعيبه او ثلاثه اعاره منهم عمار حمدي فلا اللي دفع كتير ولكن طالما كولر اللي طلبه طالما كولر مقتنع بيه وشايف ان هو هيضيف للاهلي خلاص انا مع كولر وانا مع الصفقه بشكل كبير ولازم نديله فرصه ولازم نفصل المبلغ اللي اتدفع من عمر الساعي يعني بيبقى ده حاجه وده حاجه ما نضغطوش او هو نفسه مفروض ان هو ما يتاثرش بالصفقه عشان ما يعملش زي صلاح محسن برده نفس الكلام جيب مبلغ كبير جدا و ما قدمش حاجة للنادي الأهلي أخيرا عايز أعرف رأيك أنت في عمر الساعي وتدي الصفقة كم من 10 ما تنساش كمان تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب على اليوتيوب وتفعل الجرس وأشوفك في حلقة جديدة إن شاء الله يعني غالبا هتبقى بكرة عن عمر الساعي حلقة مراجعة مفصلة للراجل ده هنحكي فيها كل حاجة عن عمر الساعي وهعرفك عليه بالتفصيل وهقول لك أسرار محدش يعرفها عن عمر الساعي أشوفك في فيديو جديد أحمد فهيد. أحمد فهيد.